المكمل حالة أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن كل منا متهمين. فوزي محمد السيد سيدتين المكنى أبو مجد، عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود المكنى أبو أبي، محمد تقي عبد العزيز عبد المجيد الشافعي، عزيز عزت عبد الرازق موسى المكنى أبو صعيد، سيد أحمد السيد الحريري المكنى أبو سلمة، ناصر عبد الفتاح محمد بلاغيث المكنى أبو بلال، أحمد جلال فتح الرضوان المكنى هاني وأبو عطان، أحمد محمود عبد الرحيم محمد المكنى أبو مصعب، عمار ممدوح عبد العظيم أبو البيت، بلال إبراهيم صبحي فرحات المكنى توفيق. وحددت للوك بالحكم جلسة 27/9/2015 مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.